حكينا عن العوامل الحامية، نرجع على أسباب المرض. إيش هي أسباب المرض التي تؤدي إلى ارتخاء المسرة وبالتالي حدوث القلس؟ أول شيء حدوث خلل بالمسرة نفسها، المسرة المرئية السفلية طبعا لها ضغط معين نعرفه إحنا، إذا حصل فيها استرخاء راح ترجع المحتويات، وإذا انخفض الضغط أثناء الانقباض لها ضغط محدد كمان، إذا انخفض أثناء الراحة ممكن يصير قلس أو ارتفاع الضغط في المعدة. طبعا المعدة راح يكون ضغط راجع عكسي باتجاه المسرة المرئية السفلية ويحاول فتحها. إذا انخفضت مقاومة الطبقة المخاطية في المريء أيضا تساعد على حدوث الجزر المعدي المريئي أو زيادة حدوث التقرح أو التهاب أسفل المريء. انخفاض معدل تصفية المريء للمواد المرتجعة، لأن احنا قلنا شفنا بالقرحة كل ما طالت أمد التماس بين المواد المقرحة والمخاطية المعدية يزداد معدل التقرح. هي نفس الشيء، كل ما زاد أو انخفض معدل تصفية المواد المريء للمواد القالسة من المعدة، هاي طبعا كلها مواد حامضية أغلبها غنية بحمض كلور الماء، فراح يصير عندي تقرح بأسفل المريء. إذا صار عندي ضعف بالحركات مثل ما شفنا الحركات التمعوجية الثانوية مثل ما قلنا مسؤوليتها كنس المواد العالقة أو المواد المرتجعة من المعدة باتجاه المعدة مرة أخرى، فإذا صار في فقد أو ضعف في الحركات التمعوجية نتيجة إصابة جسم المريء سواء إصابة حركية أو إصابة عصبية أو إصابة عضلية، فراح يصير عندي زيادة في القلس. اتخاذ وضعيات تعمل على عكس عامل الجاذبية مثل واحد أكل وبعدين رفع إجرينه لفوق وتسطح، فهذه كلها عكس الجاذبية، راح يصير عندي نوع ما من الارتجاع. هلا شلون نقدر أو نحسب المدى الضرر الحاصل بالمري نتيجة الارتجاع؟ إذا كانت المواد المرتجعة كل ما زاد من الحمض والأنزيمات سواء الهاضمة أو الأنزيمات المضرة بالطبقة المخاطية راح يزيد عندي حجم الأذية التي تصيب أسفل المريء. مدة التصاق، إذا نرد نحكي على المدة هامة، كل ما زادت مدة التصاق أو تماس المواد المرتجعة بمخاطية المريء راح يزيد للأذية. ومدى حساسية مخاطية المريء للمواد المرتجعة، يعني أحيانا يكون مخاطية المريء حساسية زائدة مثل القلويات أو الحوامض أو بعض المواد المعينة، فكل ما زادت الحساسية زاد تأثير هذه المواد. ومعدل الإفراغ المعدي كل ما كان بطيء طبعا هذا يتيح أنه يصير ضغط المعدة أعلى وبالتالي الارتجاع أكبر. عفوا دكتور، هذا الشيء كله بيصير وان كانت مسرة سفلية ما فيها مشكلة، مو هيك دكتور؟ ولا بيكون حصل اذا كانت مسرة سفلية فيها مشكلة؟ هلا هذول كلهم امور تزيد تنقص ضغط المسرة، عرفت شلون؟ تساعد على حدوث القلس. يعني المسرة ما فيها بنيتها ما فيها يعني أذية، بس كل هالعوامل هاي تؤهب لحدوث ضعف بالمسرة، يعني المسرة ما فيها مشكلة بالأساس يعني. فهاي كل العوامل تساعد إما بتقليل ضغط المسرة أو إنقاص الحركات التمعوجية المرئية مثل الحركات الثانوية. تمام دكتور، يعطيك العافية. لا يعني هلا عندي هنا الاكليزيا الاصابه بالمسره نفسها، اما هي عوامل المسره سليمه بس في عوامل تنقص ضغط، عوامل تنقص الحركات المريئه، عوامل تزيد الضغط داخل المعده، كل الامور هاي تخفف لي ضغط المسره المريئه، بس المرض ما هو بالمسره نفسها. هلا عندي العوامل المساعده على حدوث المرض. اللي عندي اغلب الاحيان احنا كنعالج مريض القلس او الجيرد او الجزر المعدي المرئي بالعادات السلوكيه. اول شيء يتجنب الوجبات، دائما نقول للمريض يتجنب الوجبات قبل النوم والعشاء، هذا خصوصا عندي هلا من المواد اللي تلعب دور بانقاص ضغط المسره المرئيه السفليه. عندي الشوكولاته، الوجبات الدسمه، هاي كلها تساعد بالارتياح، القهوه، الشاي، المتة، المنبهات، مشروبات غازيه، هاي كل الامور تلعب دور بإرخاء ضغط المسرة السفلية وبالتالي حدوث القلس. لذلك الخطوة الأولى معالجة الجزر هي معالجة سلوكية. عند العوامل اللي تهيج مخاطية المعدة بشكل مباشر، لما تهيج أو تسبب يعني عندي صار تهيج مخاطية المعدة راح يزيد عندي الضغط داخل المعدة ويستنفر وبالتالي
احتمال القلس باتجاه المريء. العوامل اللي تزيد تهيج مخاطية المعدة بشكل مباشر عندي الأطعمة، خصوصا الحوامض، القمح الحار، عصائر الحمضيات، بعض الأدوية خصوصا مضادات التهاب اللاست، الأسبرين، مركبات الحديد، والإليلدرونات. الإليلدرونات هاي اللي نستعملها بهشاشة العظام، تستعمل خصوصا عند النساء، وهاي غالبا تؤخذ مثل ما نعرف الإليلدرونات تؤخذ بشكل حبوب أسبوعيا، وهي والدوكسيسايكلين أو التتراسيكلين، ونطلب من المريض يأخذها بوضعية الوقوف ويشرب كمية كافية تقريبا لتر أو لترين بعد الحبة، منشان ما يصير عنده تقرحات بالمعدة أو مخاطية المريء. العوامل عندي عوامل مثل ما قلنا، عوامل مهيجة لمخاطية المعدة. إذا هيجت مخاطية المعدة راح يصير عندي زيادة ضغط المعدة، وبالتالي ترفع الضغط داخل المعدة، وبالتالي ممكن يؤهب لانفتاح المسرة المرئية السفلية وتخفيف ضغطه، وبالتالي حدوث القلس. العوامل الأخرى اللي ممكن تحرض إفراز الحمض المعدي عند التدخين، البيرة، الصودا، هاي كلها تزيد للإفراز. وإذا زاد الإفراز، إيش يعني زاد الإفراز؟ صار عندي محتوى المعدة عالي، وبذلك ممكن يرفع الضغط ضمن المعدة. ألو، واصل الصوت؟ إيه تمام حكيم، الله يجزيك خير. يلا تمام. هلا عندي مثل ما حكيت يعني أهم شغلتين نبه المريض الجيرد أو القلس، هن المعالجات العادات الصحية، نحاول الصحيحة ويتجنب العادات السيئة. الثاني، السبب الثاني للقلس هو الأدوية. عندي أدوية كثير تلعب دور بإرخاء ضغط المسرة السفلية، خصوصا المنبهات ألفا، عندي مضادات الكولين مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحقن، تريسايكليك أنتي ديبريسان، مضادات الهستامين، هاي كلها تلعب دور. عندي قائمة طويلة عريضة من الأدوية، حاصرات بيتا، حاصرات الكلس، النترات، هن الأشياء الأدوية اللي خصوصا مرضى الضغط ومرضى القلب خصوصا ياخذون، هذول ياخذون نترات وحاصرات بالتو وحاصرات الكلس، هاي اشياء الاسباب الدوائيه لحدوث القلس. الشادات الدوبامين، ممكن نصير ديازبام، كل هذول الامور نحاول ناخذ قصه مرضيه تفصيليه عند مريض القلس. هلا مثل ما انا شايف موسعات الاوعيه والنترات، طبعا هذول عندي سبب ثاني، خصوصا بعمر الشابات ياخذوا مانعات الحمل، طبعا عند البروجسترون معروف انه مرخي عضلي، التيوفلين ايضا موسع قصبي يرخي العضلات الملساء، وبالتالي يخفف الضغط داخل المسرة المرئية السفلية. كل هالادويه هاي تسبب ارتخاء بالمسرة، لذلك نحاول ناخذ القصه بتفصيل عند مريض الجيرت. طبعا العوامل اللي تعمل على رفع الضغط داخل البطن، اي سبب يرفع، سواء كان عند المريض حبان، عند المريض آفة داخل البطن، ترفع الضغط داخل البطن اكيد راح يزيد لي من خطر الاصابه بالقلس. يعني احيانا نشوف احنا مريض الربو او مريض آفة صدريه، اذا يسعل او شيء او كذا بزيد، احيانا بصير عنده قلس، الضغط داخل البطن يرفع يضغط على المعدة، وبالتالي يزيد الضغط على المسرة المرئية السفلية، وبالتالي مؤهب لحدوث القلس. عندي الأمور اللي ترفع الضغط داخل البطن، عندي السعال، الانحناء للأمام، حمل الأشياء الثقيلة، البدانة، الحوامل، نشوف بشكل شائع عند جيرد، نشوف عند الحامل وعند المرضى البدينين نتيجة ارتفاع الضغط داخل البطن. العلامات السريرية اللي نشوفها عند مريض القلس، طبعا عندي علامات سريرية نموذجية. الأول علامة نشوف الألم الحارق خلف القص أو الهارت بين أو حرقة الفؤاد نسميها، هذا يحدث إيمت بعد تناول الطعام ويزداد بالاستلقاء. طبعا
مثل ما قلنا الجاذبية تلعب دور بوضعية الوقوف، تمنع القلاسة من وضعية الاستلقاء يخف دورها. فالقلاسين نشوفه عبارة عن ارتجاع للطعام ومحتويات الطعام، ممكن يترافق مع التجشع. طبعا التجشع عبارة عن غازات عن طريق الفم أو هواء عن طريق الفم يخرجه المريض. ممكن يصير عندي فرط ألعاب، غالبا مثل ما قلنا الأعراض تكون ليلية، مثل ما قلنا المريض بالليل متشطح أو بوضعية الاستلقاء، وذلك مؤهب لحدوث القلس أكثر. طبعا الوجبات الثقيلة مثل ما قلنا والدسم بوضعية الاستلقاء، الدسم بحد ذاته يرخي المسارات المريئية السفلية، والوجبات الثقيلة بنفس الوقت ترفع الضغط داخل المعدة أو داخل البطن، وبالتالي تكون مواهبة أكثر لحدوث القلس. شايفين هنا المسرة بالحالة الطبيعية من قبضة خالص. هلا هنا عندي المريض عنده سبب قلس لسبب ما، فنشوف ارتجاع محتويات المعدة أو الكيموز فيسبب لي ألم حارق بأسفل المري. هلا ممكن نشوف يعني هاي العلامات الوصفية، التجشع والغثيان والألم الحارق خلف القص وحارق بوضعية الاستلقاء، هاي العلامات أو الأعراض الوصفية. هلا ممكن نشوف أعراض غير نموذجية أو شاذة اتبكال، يعني ما مرتبطة بشكل أساسي بالقلس، ممكن نشوف ربو غير تحسسي. طبعا المواد الراجعة ممكن يصير عند المريض نوع من الاستنشاق أو نفسه المواد تنبه مستقبلات السعال، فيصير عندي تشنج قصبي نتيجة حدوث استنشاق نتيجة القلس المحتويات المعدية. لذلك مريض الربو أول سبب وأهم سبب نسأله إذا كان في أعراض قلسية أو أعراض جزر معدي مرئي. لذلك من الخطة يعني أغلب المرضى اللي نعالجهم للربو نحط لهم مضاد حموضة أو مضاد أو محرض حركية من شان ما يحصل عنده قلس. سعال مزمن طبعا ممكن يصير عندي تشنج شديد بالقصبات، بحة في الصوت طبعا كلها نتيجة استنشاق محتويات أو شيء استنشاق بسيط من المفرزات المعدية، التهاب بلعوم ممكن إذا كان وصل القلس للبلعوم، ألم دائم في الصدر طبعا نتيجة تحريض مستقبلات الألم بالصدر أو بالمري بيحرضهن القلس، فيصير عندي أعراض تشبه أعراض الخناق الصدري. ولكن ما يميز هذا الألم أنه له علاقة بالأكل. طبعا هنا الألم الصدري الناجم عن تشنج المري أو شيء ممكن يقلد حتى بيرتاح عن النيتروغليسيرين، ممكن نعطيه النيتروغليسيرين يرتاح. هذا ألم ما ألم القلس، ألم تشنج المري، فبيرتاح عن النيتروغليسيرين، فإحنا ما نستطيع أن نفرقه إلا بالعلاقة مع الطعام. إلا المضاعفات، عندي المضاعفات الجذر أشياء، ممكن التهابات مرئية مزمنة، ممكن تضيق وتقرحات في المري، ممكن يصير نزف، ممكن يصير عندي انتقاب نسميه تناظر بيرهوف أو انتقاب أسفل المري نتيجة الإلقاءات الشديدة، ممكن يصير عندي استنشاق مثل تروح المواد المستنشقة إلى مجرى التنفس خاصة عند وضعية الاستلقاء. الإصابة بما يدعى مري بارد هو أخطر اختلاط للجذر للمريء المعدي، هو استطباب لاستئصال كامل المريء. يعني إذا المريض بعد تقريبا يحدث بعد 10 سنوات من القلس إذا صار معه بالتنظير لقينا بمريء بارد فهو استطباب لاستئصال المريء، لأن المريض على خطورة عالية لحدوث أدينوكارسينوم على حساب أسفل المريء. ممكن مثل ما حكينا أنه تصير نوبات ربو عند مرضى القلس. مري بارد مثل ما قلنا هو أخطر اختلاط للجذر المعدي المريئي، خلل يصيب طبعا نتيجة الالتهابات المتكررة لأسفل المريء، وجود المواد القالسة لفترة أطول فيصير تغيرات حولية بظهارة أسفل المريء، تتحول الخلايا أسفل المريء إلى خلايا تماثل الظهارة المبطنة للأمعاء وليس للمعدة، ثم ظهر الظهارة المعوية المبطنة للأمعاء وتتحول من خلايا مسطحة إلى خلايا أسطوانية. طبعا له توزع
الجارد له توزع معين، يعني له توزع عرقي يحدث بشكل كبير عند القوقازين الذكور البالغين. أما نسبة تطوره إلى ماري باريت فهي نسبة قليلة، يعني تقريبا حوالي 3%، في حال بقاء المريض مصابا بالجزر المعدي بين 1 إلى 5 سنين، حوالي تقريبا 6.4 إذا كان عنده مصاب بالقلس أو بالجزر أكثر من 10 سنوات. مثل ما قلنا يؤهب لحدوث سرطان في المريء بنسبة تصل حتى 60%، وتضيقات في المريء بنسبة 80%. لذلك أيام ما شخصنا مريء باريت عند مريض هو استطباب لاستئصال المريء. طبعا احنا شلون نشخص القلس او الجزر المعدي المريئي؟ غالبا باخذ قصة سريرية مناسبة واعطاء علاج. مناسب، وطبعا التنظير ضروري. ممكن نقيس التشخيص، ناخذ قصة سريرية مثل باقي الأمراض، أي مرض لازم ناخذ قصة سريرية. إذا توجهنا نحو جيرد أو جزر معدي مريئي نعطي العلاج المناسب. إذا ما تحسن أو صار عندي علامات إنذارية مثل فقر الدم أو نقص وزن أو شيء، هنا ألجأ للتنظير وأخذ خزعات. مثل ما قلنا المعيار الأساسي التشخيص الجزر هو قياس حموضة أسفل المريء. اللي عندي إمتى نسميه؟ إمتى نقوم بالتنظير؟ عندي شي علامات اسمها علامات إنذارية أو تحذيرية تخليني أقوم بعملية التنظير. من هذه العلامات عندي عسرة البلع، عندي ألم الأذن في إجياء وألم عند البلع، عندي صار نزيف، عندي فقدان وزن غير مبرر، عندي شردقة أو شرقاء أو غصة أثناء التنفس نتيجة توسع المري لسبب ما وحصول ضغط على القصبات الرئيسية أو بسبب استنشاق أو بلع طعام أو أي جسم قريب، أو صار عندي ألم في الصدر. هاي نسميها علامات إنذارية تخليني ألجأ إلى تنظير المري. هين حاطين قصة سريرية، ألم في الصدر ليس له علاقة بالجهد، يأتي بعد تناول الطعام ولا سيما الوجبات الدسمة. مثل ما قلنا الوجبات الدسمة لها دور بإرخاء المسرة. بالليل مثل ما قلنا المريض يصحى بالليل ويعاني من سعال جاف. ليش؟ مثل ما قلنا قضية الاستلقاء مع الجاذبية بيكون التالي أو عكس الجاذبية بيكون، لذلك يعاني من سعال جاف. أحيانا يشعر بالاختناق نتيجة القلس أو نتيجة ارتفاع ضغط البطن، أو يصير عنده تشنج قصبي نتيجة حصول الاستنشاق أو تسريب الحمض إلى القصبات. هلا نقوم بإعطائه بي بي آي مثل ما قلنا بجرعة مناسبة، شرب الماء المارد عند الشعور بالألم. فإذا شعر المريض بالارتياح نتجنب أو نستبعد الشك إنه له مشكلة قلبية. مثل ما قلنا منعه من الانحناء للأمام بعد تناول الطعام بفترة قصيرة. مثل ما قلنا الانحناء للأمام يرفع الضغط داخل البطن، بالتالي مؤهب أكثر لحدوث القلس وحصول ضعف في المسرة المرئية السفلية. منع النوم بعد الأكل، مثل ما قلنا علاج سلوكي بالدرجة الأولى. مثل ما قلنا منع النوم بعد الأكل مباشرة، هاي كلها لازم يبعد عنها. منع تناول الوجبات الثقيلة والدسمة. هاي يكون خلصنا بحث الجيرد. ممكن ناخذ بس مقدمة شوي عن الإسهال، هي الآفة اللي راح نشوفها بعد.
عفوا دكتور، بالنسبة للأمبرازول أنا بشوف نعم يعني بيعطوه بشكل دائم بالنسبة للمرضى الضغط أو المرضى بياخدوا أدوية مزمنة، فيعني هو وظيفته يعني بس إنه مخفف حموضة المعدة ولا له وظيفة تانية؟ الامبرازول ما وظيفته بس مثبط للشو اسمه لافراز الحمض، طبعا مثل ما قلنا هو مثبط مضخة البروتون، يعني مثل هو اقوى مثبط للحمض، فاحنا نعطيه للوقاية، يعني عرفت شلون؟ حتى في دراسات تقول لك انه باستخدام المزيد الامبرازول يعني لعدة سنوات من مكاهب للكارسينوما. ما بعرف اذا له حديث عن استطباب، بس ما له استطباب الا مضاد حموضة، يعني ما له استطباب ثاني. فاحنا المريض خصوصا مرضى الامراض المزمنه غالبا يشكو من كثر الادويه اللي تتداخل بضغط المسره المريئيه السفليه والمؤهبه للتقرح، خصوصا اسبرين او كلوبيد او شيء، فلذلك نعطيهم احنا واقي للمعده. اذا حدا عنده فكره له دور الامبرازول دور غير المضاد يخبرنا فيه، انا ما عندي. هاي ملخص للي أخذناه. هلا عندي المحاضرة الثانية، عندي الإسهال والأقياء والغثيان، وعندي الأدوية المحرضة للتقيؤ والأدوية المضادة للتقيؤ، هاي كلها ممكن نحكي عنها شوي مقدمة بعدين ناخذها بالمحاضرة الجاي. هلا الإسهال، واصل الصوت كويس؟ أي حكيم، تمام الصوت. تمام إن شاء الله. الإسهال أو الدياريا مثل ما نعرف حالة مرضية سبب اضطراب بالحركات الهوية للأمعاء أو الحركات المعوية، الأمعاء الدقيقة والغليظ. هنا خلصنا من آفات المعدة، المعدة ما أخذ لها دور. طبعا اكيد راح يصير عندي سرعه بالحركات واخراج البراز لين وسائل، بس اكثر من 3 مرات يوميا ما هو شرط يعني معيار. احيانا عندي مريض ما بيخرج يعني بال3 ايام يخرج مره واحده، فاذا صار يخرج كل يوم يعني مره واحده فهذا نعتبره نوع اقرب الى الاسهال عند المريض. فايمت ما كان البراز لين وفي سرعه بحركات الامعاء غالبا يكون عنده المريض إسهال، وإذا كان عنده رغبة ملحة في التغوط إذا كان الإصابة على مستوى الكولون وليس على مستوى الأمعاء. الإسهال ممكن حسب مدة الإصابة أو مكان الإصابة، إذا كان مكان الإصابة بالأمعاء الدقيقة راح نشوف كميات كبيرة من الإسهال، بينما الأمعاء الغليظة يترافق الإسهال بزحير مع كميات قليلة. مدة الإصابة عندي إسهال قصير الأمد أو مزمن طويل الأمد. الإسهال حسب مكان الخلل، إذا كان إصابة بالأمعاء الدقيقة راح نشوف عبارة عن حدث خلل في امتصاص المواد الغذائية، وبالتالي يكون حجم المادة البرازية كبير مثل ما حكيت، لا يترافق مع زفير ولا يترافق مع إفراز دموي مخاطي. إذا كان الإسهال في خلل بالأمعاء الغليظة راح مثل ما يكون حجم المادة البرازية أصغر، يترافق مع زحير ويترافق مع افراز دموي او مخاطي. الزحير مثل ما نعرف هو الشعور برغبه في التغوط مع ان المستقيم فارغ او الامعاء فارغه. الاسهال حسب مده الاصابه، عندي اسهال حاد غالبا أقل من أسبوعين، والسبب الإسهال الحاد غالبا سبب جرثومي، إما انسمام غذائي عن طريق الجراثيم نفسها أو الذيفانات الموجودة بالمواد الغذائية. مثل ما قلنا انسمام غذائي يعني غالبا إما ما جاء المريض بإسهال حاد أقل من أسبوعين غالبا أفكر بأسباب جرثومية أو إنتانية، بس مو معنى إذا أحيانا مريض عنده مرض مزمن وسبب له إسهال بس صار له أسبوعين، يعني هذا ما ينفي لأنه المريض عنده آفة مزمنة وهلأ بلشت بعرض الإسهال. هاي بدي انتبه للنقطة هاي، يعني مريض ما عنده أي شكايات قبل أو شيء أو كذا وصار له إسهال من أسبوعين، يعني أحط ببالي وركز على الأسباب الحادة وهي الانسمامات الغذائية أو الأغذية الحاوية على الميكروبات أو عدوى جرثومية، خصوصا عندي الاشريشيا كولي والشيجيلا، في عندي
والسالمونيلا هذول والعطيفة الصائمية واليريسيني هذول أشياء أسباب الإسهالات عند الأطفال. الروتا فايروس أو الفيروسات الكهورية هاي أشياء أسباب الإسهالات، أو العدوى بالطفيليات كالمتحولات أو جياردية، أو الأدوية الناجمة عن المضادات الحيوية. طبعا دي احنا نعرف انه التهاب الكولون الغشاء الكاذب ينجم عن المضادات الحيوية والمسهلات. ايضا المرضى اللي ياخذوا ملينات او مسهلات، خصوصا الملينات الخبيثة، فهي تسبب لي اسهال. مضادات الحموضة طبعا الحاوية على المغنيزيوم، مثل ما نعرف الأملاح المغنيزيوم عبارة عن أملاح مسهلة. مضادات الكولينستراز، الكولينستراز طبعا الحركات الكونية، حركات قاطعة بالأمعاء أو مضادة للإسهال عكس الحركات الطبيعية الحيوية اللي تنزل بالأسفل. الكولشيسين أيضا، الكولشيسين ناخذه مسكن ويستعمله بآفات المفاصل كثير. الكينيدين من الأدوية القلبية، الديجيتال أيضا من الأدوية القلبية، فكل هذول يسبب لي إسهال حاد بشكل حاد. طبعا الدوائي عندي معناته أشياء أسباب الإسهال الحاد، هي سبب دوائي وسبب إنتاني. الإسهال المزمن عندي أكثر من شهر أو 4 أسابيع يصنف حسب الأسباب إلى 4 أسباب: أسباب إسهال حلولي، إسهال إفرازي، إسهال التهابي، إسهال حركي. يعني هذول لازم نحفظهن ونعرف إيش معنى إسهال حلولي وإسهال إفرازي. هل الإسهال الحلولي عندي حسب قانون التوتر السطحي أو توازن السوائل على جانبي الغشاء المخاطي، لازم يصير يعني بالتراكيز أو تراكيز المواد لازم تكون متساوية، يعني داخل لمعة الأمعاء وخارج لمعة الأمعاء في الدم، فما لازم يكون في تركيز أعلى من تركيز حتى تكون العضوية مستقرة. هلا إذا عندي إسهال حلولي، عندي تراكم مواد منحلة بكميات كبيرة في لمعة الأمعاء، مواد إما ما امتصت أو غير قابلة للامتصاص، أو سبب ما خلى سبب خلل بالأمعاء سواء سوء امتصاص أو شيء منع امتصاصها. فهاي غالبا المواد قد تكون كربوهيدرات أو سكريات كالمانيتول والسربيتول، أو شوارد كالمغنيزيوم مثل ما قلنا، أو لاح الإبسون، أو مضادات الحموضة كلها تحتوي على مغنيزيوم، أو سوء الامتصاص. معناته عندي مواد ضعيفة الامتصاص بالأمعاء، هذا السبب الأول. سبب ثاني، عندي مواد تمتص ولكن هناك في سوء امتصاص لسبب ما. قد يكون عندي عوز اللاكتاز بهضم عدم امتصاص السكريات، فأنا قد يكون عندي عوز بالأملاح الصفراوية بسبب عوز الأملاح الصفراوية أو انسداد الطرق الصفراوية، فهي راح يسبب لي إسهال. فكل هالأمور هاي موجودة. مثل عندي هنا مثال عدم تحمل اللاكتوز، المثال أشعب سوء الامتصاص انزيم اللاكتاز. إذا تناولت كميات كبيرة من اللاكتوز، سكر الحليب، كشرب الحليب، المريض يتناول كمية، يجي الحليب ما عنده امتصاص داخل لمعة الأمعاء بسبب عوز خميرة اللاكتاز اللي تفكك اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز مشان امتصاص. فهنا ما صار امتصاص، صار عندي محتوى اللمعة المعوية عالي، تركيز عالي، ذلك يمتص مش يمتص يمتص السوائل إلى لمعة الأمعاء الدقيقة، بعدين يصير يحدث عندي الإسهال الحلولي. هلا صار عندي وصلت هالكمية هاي إلى لمعة الكولون، سوت لي إنتاج كمية كبيرة من الغازات، إسهالات، اضطراب في الأمعاء الغليظة، ونقص وزن لعدم الاستفادة من الغذاء. حاطينه بالمخطط هين، عدم تفكك اللاكتوز، عندي عدم امتصاص الجلوكوز والجالاكتوز، بقاء اللاكتوز في لمعة الأمعاء يجذب الماء إليه، وبالتالي حدوث الإسهال الحلولي. هاي هي آلية الإسهال الحلولي، وجود مواد غير ممتصة أو في سوء في امتصاصها في الأمعاء فتجذب الماء إليه، وبالتالي حدوث الإسهال. ليه ما تقول إذا طرق الكشف، يعني يمكن ما أكشفه أنا إلا بالصيام، أطالب من المريض الامتناع عن
الأكل والشرب لفترة معينة، فإذا توقف الإسهال فالإسهال حلول. ليش توقف الإسهال؟ ما ظل عندي مواد داخل لمعة الأمعاء تجذب الماء من داخل الجسم، وبالتالي لن يحدث الإسهال. الداء الزلاقي يؤدي لسوء امتصاص، مثل ما قلنا سوء امتصاص بعدين تراكم المواد الغير ممتصة، وبالتالي حدوث إسهال حلولي. هل الإسهال الإفرازي؟ هذا ما عندي مشكلة بالامتصاص، عندي الأمعاء نتيجة خلل بالبشرة المعوية للأمعاء الدقيقة أو الكولون، فبالتالي تفرز كميات كبيرة من الماء إلى لمعة المعي. يستمر هذا الإسهال من 2 إلى 3 أيام على الأقل. طبعا احنا مثل ما نعرف انه في يفرز كمية كبيرة من الماء المعي الدقيق، بس هاي الكمية يعاد امتصاص معظمها قبل ما توصل الأمعاء الغليظة. السبب للإسهال الإفرازي بعض المسهلات، عندي أورام هناك مثل ورم الفيب أو الفيبوما، يؤثر يؤدي لي إلى اتساع المسافات بين الخلايا المعوية، وبالتالي حدوث إسهال إفرازي. عندي أدوية ثانية مثل أدوية الربو وأدوية القلب مضادات الاكتئاب، كلها يتأثر بالترابط الخلايا المعوية، بالتالي تزيد إفرازها للماء والسوائل. مواد معينة مثل الزرنيخ والمنتجات النباتية الكافيين والسموم، كلها أيضا تعمل أذية بالغشاء المخاطي للماء، وبالتالي تزيد إفراز الماء عن الحالة الطبيعية. هلأ الكوليرا أيضا تسبب إفراز. طبعا الكوليرا ما بتسهل الإسهال المدمى أو شيء، لأن الإسهال المدمى راح أشوف إنه كله بالأمور اللي تغزو الغشاء المخاطي للأمعاء، اللي عندي السالمونيلا، الإشريشيا كولاي. الكوليرا تسبب إسهال مائي، ما تسبب إسهال مدمى. الإسهال المدمى فقط الجراثيم اللي تغزو الغشاء المخاطي للأمعاء. بالكوليرا عندي ضيفان يهاجم الخلايا الظهرية للخلايا أو الخبيئات بين الخلايا، وهذا الإنزيم فعل أدينيل سايكل أوكسيجيناز، بالتالي يحرض إنتاج كميات كبيرة منه في الخلايا الخبيئات، وبالتالي هذا مصدر الطاقة هذا يساعد على انفتاح قنوات الكلور، والدور أساسي بإفراز الماء من الخبايا. بالإضافة هذا الضيفان يؤثر على الجهاز العصبي المعوي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة كمية المفرزات. يعود ملخص يعني سبب الإسهال الإفرازي أذية في الغشاء المخاطي للأمعاء، تساعد على إفراز السوائل والماء بشكل غير طبيعي، قد يكون نتيجة إصابة جرثومية أو زيفانات جرثومية مثل الكوليرا، مثل اللي بيشتغل عن طريقين، إما طريق مباشر أو طريق عصبي. فكل هالأمور هاي تساعد لي على زيادة إفراز الماء، وبالتالي حصول اضطرابات الشوارد عند مريض الإسهال الإفرازي. هاي شفنا الأذية كلها، إذا رجعنا للرسم كلها عبارة عن أذية بالغشاء المخاطي. حطينا ضمة الكوليرا في الأمعاء الدقيقة كمثال عن الإسهال الإفرازي. تسبب لي الإفراز ديافان، الديافان يفعل الأدينيل سايكلاز، وهذه تنتج كميات كبيرة بالتالي من الأدينيل سايكلاز، بعدين هاي تؤدي لانفتاح قنوات الكلور بشكل كبير، بعدين إفراز الماء وحدوث إسهال إفرازي. الطريق هذا مثل ما قلنا طريق موضعي، الطريق الثاني للضيفان الكوليرا مثل ما قلنا طريقه ان اذيه مباشره عن طريق الادينيل سايكلاز للظهار المعويه او البشره المعويه. الطريق الثاني الطريق عصبي عن طريق التاثير في ظفيره مايسنر، وبالتالي زياده كميه المفرزات، وبالتالي اسهال افرازي.
الإسهال الالتهابي عندي إسهال يحدث بإصابة واختراق المخاطية المعوية واللي نسميه الحاجز المعوي، الحاجز المعوي المعدي، يعني هي التسمية غير دقيقة، يعني الحاجز المعوي الدموي أكثر منه الحاجز المعوي المعدي. هلا إذا صابت المخاطية طبعا راح يصير عندي نزوح أو نضح للسوائل والدم أو المصل إلى اللمعة، براز دموي مثل ما قلنا، براز مثل بالكولير أو شيء، شفنا ما في إصابة معوية، لذلك الإسهال يكون مائي أو إفراز نسميه. الاضطراب في الامتصاص إذا صار ما عندي نقص امتصاص الماء، أو يمكن أن يترافق مع إسهال حلولي طبعا نتيجة سوء الامتصاص، ممكن مثل ما قلنا في حصلة أذية للغشاء المخاطي، إسهال التهابي وبالتالي تراكمت المفرزات داخل لمعة الأمعاء وارتفع الضغط الحلولي، وذلك يشجع على حدوث إسهال حلولي مترافق مع الإسهال الالتهابي. الأسباب طبعا غالبا عندي الإسهال الالتهابي غالبا أسباب حسب الإصابات الجرثومية أو إصابات فيروسية أو إصابة بالطفيليات مثل الجياردية والمتحولات الجرثومية عند الشريشة كولاي السالمونيلا أو العطيفة الصائمية، الروتا فايروس كالإصابات فيروسية أشهر أو الكورونا أو الحمات الصغيرة. الانسمام مثال يوضح عملية الإسهال الالتهابي عند الانسمام بالسالمونيلا، الجراثيم السالمونيلا تقوم بمهاجمة خلايا المخاطية المعوية، هذه الخلايا تتأذى بس ما تموت، بعدين يصير عندي استجابة التهابية أو مناعية تلعب دور بالإسهال، بعدين يصير عندي نتيجة هذه الخلايا تحرض سيتوكينات التهابية وجذور حرة، فكل هذه الأمور تؤدي إلى تدمر أو تدمير الخلايا الظهرية المعوية، وبعد ذلك يصير عندي نضوح للسوائل والشوارد والدم من الخلايا إلى اللمعة. عندي طبعا تستبدل الخلايا المعوية بخلايا جديدة، يعني بس لكن هذه الخلايا غير ناضجة وغير قادرة على إنتاج إنزيمات خاصة بالامتصاص، وبالتالي يحدث عوز في الامتصاص للمواد الغذائية والماء، لذلك نلاحظ ترافق اسهال حلولي. ليش اسهال حلولي؟ لان الخلايا المتعدية جددت بخلايا جديدة غير قادرة على افراز انزيمات تساعد على الامتصاص، وبالتالي يحدث عوز في امتصاص المواد الغذائية والماء، ولذلك نرافق نشوف ترافق الاسهال الالتهابي مع اسهال حلولي. الآلية كموضحة بالمخطط، تكاثر جراثيم أو الأوالي أو الفيروسات بشكل زائد، بعدين تهاجم الحاجز المعوي المخاطي أو المعدي الدموي وتحطمه، بعدين تستدعي وسائط التهابية، تحرير الجذور الحرة أو المؤكسدات المواد المؤكسدة، دمر الخلايا وتستبدل بأخرى غير ناضجة وغير قادرة على الامتصاص، وبالتالي حدوث إسهال التهابي. هلا الأنواع الأكسجون التفاعلية نقصد بها الجذور الحرة تقتل الخلايا المعوية، بينما السالمونيلا تؤذيها أذية، مثل ما قلنا يترافق الإسهال الالتهابي براز مدمع، مثل ما حكيت أي إسهال التهابي يسبب أذية غازية للغشاء المخاطي للأمعاء، يترافق ببراز مدمع وارتفاع الكريات البيض إذا سوينا المريض تحليل براز. هلا راح نوقف اليوم عند ظل عندنا الغثيان والأقياء، إن شاء الله بلكي الأسبوع الجاي نلحق نعطيكم إياهن والعافية، واللي له سؤال تفضل يسأل. يلا حكي بس بقي الاسهال الحركي عشان يخلصوا انواع الاسهال الاربعه بعد اذنك، ما في نص صفحه. الإسهال الحركي، ايه حكيم، ايه يلا ان شاء الله. الاسهال الحركي طبعا غالبا نتيجه خلل وزياده بحركيه الامعاء،
هذه إذا زادت الحركة راح تنقص من فترة امتصاص الماء والغذاء مما يؤدي للإسهال. يعني ايش نقصد فيه؟ أنه ما في وقت كافي نتيجة تسرع حركات الأمعاء، ما في وقت كافي لحدوث امتصاص الماء والمواد الغذائية، وبالتالي سرعة مرور المواد عبر اللمعة المعوية، وبالتالي حدوث الإسهال. أشعة الأسباب مرض السكري أو داء السكري. طبعا داء السكري بالأساس في خلل بالأعصاب الذاتية المعصبة للأمعاء، وبالتالي يحدث الإسهال. الحالة النفسية مثل عند تهيج الكولون أو ريتيبول بول سيندروم أو متلازمة الأمعاء الهيجة أيضا تزيد الحركية. عندي فرط نشاط الدرق أيضا تزيد الحركية، وبالتالي يمكن يحدث إسهال حركي. هين نخلص، ويعطيك العافية. قولي لو سؤال يتفضل يسأل. الله يعافيك، الله يعطيك الف عافيه يا دكتور. دكتور بس بعد اذنك، الانسحاب انت ذكرت لنا التنازل، شو اسمه بيرهوف؟ بيرهوف شو بعد اذنك تعيد لنا اياه؟ التنازل شو اسمه؟ تناظر بيرهوف انتقاب أسفل المرئي نتيجة تغييرات شديدة. في عندي تناظر مالوري وايس. تناظر مالوري وايس عبارة عن قياء مدممة بعد قياءات عنيفة، تكون تمزق الشعريات الدموية أسفل المريء. هاي راح ناخذهم بالغثيان واللقيان إن شاء الله. إن شاء الله الله يجزيك خير يا رب. دكتور، هلا الله يعطيكم. بالنسبة لمصطلح مزمن ومصطلح حاد، بشكل عام أنا هو بيجي يكون أخطر أو ما المصطلحين، إنه مزمن أو حاد؟ يعني بس شرح لنا بعد إذنك دكتور. يعني المزمن مثل ما قلنا المدة الزمنية يعني أكثر من 4 أسابيع، الحاد أقل من أسبوعين. مثل ما قلنا الأسبوع الحاد غالبا يعني ممكن تعالج، وغالبا سبب جرثومي مثل ما حكيت، يعني فما عندك مشكلة خطيرة. بينما الإسهالات المزمنة عندي مثل ما شفت، في إسهال حركي، إسهال حلولي، إسهال إفرازي التهابي، يعني الأكثر معقد. طبعا الإسهال المزمن أصعب وأخطر من الحاد. يعني الحاد غالبا في مشكلة حادة ممكن تعالجها، يعني وغالبا مشكلة أنتانية. تمام دكتور، الله يعطيك الف عافية. الله يعافيكم، يعطيكم العافية.